تشرف باسم حضرتك. انا رفيف طرابيشي مدير عام مجوهرات المسعود. اهلا بك. اهلا. ممكن تحكينا عن الشركه الخاصه بحضرتك؟ بالواقع احنا هنا بنشترك بهذا المعرض من اول ما طلع المعرض دبي، واحنا مشاركين فيه ومداومين في الاشتراك معه طبعا نظرا لاهميته، واحنا دائما كشركه مواطنه محليه مركزنا في ابو ظبي، بنحب نكون موجودين متواجدين مع جميع العارضين هون. طبعا احنا شركتنا نحن اليوم بنمثل حوالي 20 شركه مشتركه معنا في الجناح، ما شاء الله، من ايطاليا، من فرنسا، من المانيا. في عندنا شركات منوعه، في عندنا شركات ديزاينرز، مصممين ومصنعين. وطبعا لذلك تشوف عندي اخر الموضات واخر الاشكال والاخر ما طلع في عالم المجوهرات معروض عنا. ما شاء الله. الله ما شاء الله. شو رايك بالمعرض؟ المعرض والله بعدنا باول يوم، احنا يبدو انه من اول يوم الاقبال لا باس فيه، جيد كويس، وان شاء الله متامل انه خلال الايام الجايه يكون احسن واحسن ان شاء الله. حضرتك شاركت بمعارض ثانيه؟ طبعا احنا مشارك بمعارض الامارات كلها، معرض ابو ظبي، معرض دبي، احيانا مشارك معرض الشارجه، وبالاضافه الى المعارض الخاصه اللي بنسويها احنا. ان شاء الله. ما شاء الله، اتشرفت بحضرتك استاذ. الله يخليك. شكرا. يا هلا، اهلا وسهلا.